بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا تناولنا العديد من المشكلات وعملنا سيرش على اكتر من مشكلة في المجتمع الحضري. هناخد بقى دلوقتي المشكلات في المجتمع الحضري بشكل بتقسيم مختلف، هقسمها لثلاث اجزاء. المشكلة الاولى اللي هي المشكلات الاقتصادية. المشكلات الاقتصادية ان المجتمع الحضري شهد في الفترة الاخيرة نمو سريع نتيجة إن جاله مهاجرين من الريف. طب المهاجر اللي جاي من الريف ده للمجتمع الحضري تنقصه المهارة وتنقصه الخبرة، لأن هو جاي من مجتمع زراعي، فبالتالي لما بيجي يشتغل في المجتمع الحضري بيشتغل في إيه؟ في القطاعات الخدمية. فالمجتمع الحضري بصفة عامة في المدن العربية في خصائص مشتركة. ان هو المدن ينقصها المدن اللي فيها عجز في القطاعات المنتجة، وبالتالي هيبقى انا عندي عجز في الاقتصاد. فهو ليه؟ لان العامل اللي جاي لي ده ما عندوش خبرة وما عندوش كفاءة، ودي الحاجة الأساسية اللي لازم تتوفر عشان ان هو يشتغل ويدر عائد للمجتمع بتاعه او يرفع العائد الاقتصادي. فبينتج عن ده ان المهاجرين الريفيين لا يتمكنون من الحصول على فرص عمل في القطاعات الانتاجية. تحول المهاجر من طاقة قوية كانت منتجة في الريف وبتنها عائد الى عائلة اقتصادية. انخفاض دخل المهاجرين نتيجة ضعف مهاراتهم، وبالتالي هيسكنوا المستوطنات العشوائية الفقيرة. وهنقدر نقول ان المهاجرين دول لما يجوا عندنا في المدن الحضرية بيعتبروا ضغط على الاقتصاد وضغط على السياسات المسؤولة عن عملية التخطيط في العواصم والمدن الحديثة او العواصم الحضرية. المجتمع الحضري الرسمي بيبقى غير قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية. ليه؟ لأن المشكلات الاقتصادية دي في السنوات هي بتمثل عدة اتجاهات. يبقى عندي أمية، عندي فقر، عندي بطالة، عندي جريمة، وعندي مشكلات في الإسكان. وبعد كده غير كده إن في مشكلات تانية بتتشابك مع بعضها بحيث إن يصعب فصلها كمشكلة اقتصادية أو مشكلة اجتماعية.